Hello, my dear students. This is the second video about quantifiers. And here in this video, we are going to focus on sum and any. So sum and any are used with plurals of countable nouns and uncountable nouns. ما كيتستعملوا فقط كيتستعملوا مع countable يعني nouns اللي هما plural. أيضا كيتستعملوا مع uncountable nouns. Here, what's the difference between them? أشنو هو الفرق بيناتهم؟ Some only فقط with affirmative sentences. So we use only had some كتستعمل فقط only مع with the affirmative sentences. الجمل اللي ما فيهمش not ما فيهمش negative وما فيهمش سؤال interrogative. Here are some examples. There are some oranges in the kitchen. هناك البعض. There are. هناك البعض من الليمونات في المطبخ. There is some milk in the fridge. هناك البعض من الحليب in the fridge. So oranges, it is plural noun. Plural countable noun. Milk, it is uncountable noun. There is some tea in the teapot. هناك البعض من الشاي in the teapot. في الteapot هو البراد. There are some bananas in the fruit dish. يعني هناك البعض من الموزات في الصحن في صحن الفواكه. Fruit dish. Fruit dish. Here in this examples we have the use of there are in there is. كتعني هناك. كنقولوا there are إلا كان ذاك النون اللي جاي من قبل من اللي جاي من بعد منهم plural. وكنقولوا there is إلا كان singular النون اللي كاين من بعد منهم singular وبجوج عندهم المعنى ديال هناك. العكس ديالها هو ليس هناك بحال there aren't or there isn't. There aren't and there isn't. مزيان هذا الدرس مهم جدا. هاد هناك يعني كتستعمل بزاف مثلا فاش كتكون مثلا تبدا واحد الفقره مثلا غدير تهضر في واحد الفقره على الاسباب ديال شي ظاهره معينه كتبداها بهناك العديد من الاسباب التي ادت الى هذه الظاهره وبالتالي غادي تحتاج هاد ديريز. Okay, there are many reasons behind this phenomena. هناك العديد من الأسباب وراء هذه الظاهرة. See, there is and there are. It is very important that there is and there are. يعني من خلال هذا الليسن ديال some and any حاولوا تضبطوا هاد there are and there is ولا there aren't ولا there isn't negative form ديالها. وحتى في السؤال are there or is there. Okay, نمشيو نبقاو مع any and some. So any is used with negative and interrogative sentences. عاود any كتستعمل فقط مع negative and interrogative sentences وما يمكنش تستعملوها مع الaffirmative. هما examples. There aren't any oranges in the kitchen. ليس هناك أي يعني أو ليس هناك من ليمونات في المطبخ. There isn't any milk in the fridge. ليس هناك من حليب في الثلاجة. The interrogative. Are there any oranges in the kitchen? هل هناك؟ شتي are there حيت كنبغي نطرحوا السؤال بهذا are there كان الفيرب تو بي كيولي هو الأول وهذا الكلمة ديال there هناك كتولي هي الثانية. هل هناك من ليمونات في المطبخ. Is there any milk in the fridge? هل هناك من حليب في الثلاجة؟ يعني مزيان هذا الدرس زوين هذا الفيديو حيت فيه هاد there are, there is, there aren't, there isn't, are there, is there. هذا راه مهم درس مهم جدا. خصكم تردوا له البال مزيان ملي كاين هاد ليزومبل هاد there is في كل الصيغات ديالها في الافيرماتيف في النيجاتيف اند انتروغاتيف
يعني خصكم تكونوا ضبطوها مزيان، وغادي يعني نسولكم عليها في امتحانات قادمة إن شاء الله. نتمنى تكونوا عرفتوا الفرق ما بين some and any. المرة ما عندوش مشكل كي تستعملوه مع countable and uncountable nouns. هل some كان تستعملوها فقط في affirmative sentences، ولكن إني عاودت التاني ما يمكنش تستعملوها في affirmative، كان تستعملوها فقط في negative أو في interrogative sentences. هذا هو، وغادي نبدأ التمارين في الفيديوهات القادمة إن شاء الله.